تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي وانطلاقا من دورها الرائد ونشاطها التكافلي في خدمة المجتمع، أطلقت مؤسسة الأورمان للأعمال الخيرية مبادرة سقيا الماء، والتي تعد أكبر وأضخم نشاط خيري من نوعه يستهدف توفير مياه الشرب النقية لأكبر عدد من الأسر الأكثر احتياجا في مختلف محافظات مصر بتكلفة إجمالية تبلغ 100 مليون جنيها كمرحلة أولى، والتي تنفذ بخمس محافظات وهي محافظة الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج. كان ذلك في حضور عددا من الوزراء والمحافظين ومسؤولي جمعية الأورمان. مبادرة عظيمة جدا من جمعية الأورمان بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة في خمس محافظات اللي هي الفيوم وبني سويف وأسيوط والمنيا وسوهاج، لإنهاء معاناة أي أسرة لم يكن لديها حتى الآن توصيلة مياه نقية. فإحنا النهاردة في سقيا الماء، وهي مبادرة عظيمة جدا لإنهاء موضوع نقدر نقول الخمس محافظات دول، بعد نهاية هذه المبادرة لن يكون هناك بيت أو أسرة ليس لديها مياه نقية. المياه النقية موجودة ومحطات المعالجة موجودة وكل ده موجود، والدولة صرفت مليارات حتى يتم ذلك، ولكن في لحظة من اللحظات لازم المواطن يقدم على بيته بعنوانه برقمه، ثم يعمل تكلفة التوصيلة النهائية اللي بتتم. ومع ذلك هنا المبادرة دي مبادرة عظيمة، وزي ما قلت إن شاء الله يتبعها مبادرات أخرى لتوصيل الكهرباء أو أي توصيلات توصيل خدمات إلى أهلنا في كل أنحاء جمهورية مصر العربية. إن العمل الخيري موجود في أهل مصر إلى أن تقوم الساعة، والعمل الخيري موجود ولكن بيحتاج إلى تنسيق وتنظيم، وده اللي بتقوم به جمعية الأورمان. النهاردة احنا في محفل، المحفل ده مهم جدا إن هو بيبين لي إدارة العمل الخيري بشكل جيد من خلال مشروع أو مبادرة واحدة بس بتتعمل، هي مبادرة سقيا الماء. بنقول النهاردة الأورمان رسلت 100 مليون جنيه، 100 مليون جنيه نقدا لتوصيل مياه في خمس محافظات رئيسية، هي الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج. ويمكن بالشراكة مع مديريات التضامن الاجتماعي، سيدة وزيرة التضامن الاجتماعي عندها سجل دقيق جدا كل 15 يوم بنعمل تجديد وتحديث للأسر الأولى بالرعاية. هنبدأ بهذه المحافظات إن شاء الله، وعلى أمل من الله كبير أن ننتهي منها 6 أشهر أو 8 أشهر ننتقل لمحافظات أخرى. النهاردة منظمات المجتمع المدني شغالة معنا من أول بمبادرة الحياة كريمة، شغالة معنا في رفع كفاءة بعض المنازل، شغالة معنا في حتى في توصيل وصلات مياه، شغالة معنا في زواج يتيمات، شغالة معنا في قوافل طبية، قوافل بيطرية، قروض متناهية صغيرة ومتناهية الصغر، توفير فرص عمل الشباب، مشروعات حرفية، شغالة معنا في كل المجالات. وبالتالي النهاردة بمشروع أو مبادرة سقيا الماء بتيجي بتكمل هذه المشروعات إن شاء الله، والمستهدف منها أعتقد إن شاء الله سواج لها حظ ونصيب فيها كبير إن شاء الله باعتبارها الأكثر احتياجا. النهاردة جايين نقول لجمعية الأمان شكرا على اللي بتقدمه لمحافظة المنيا خلال العام الحالي والعوام السابقة، والنهاردة إن شاء الله قبل كده وصلوا حوالي 400 منزل في خلال 21، وإن شاء الله هنكمل في خلال المبادرة النهاردة باقي المنازل أكثر احتياج. بنوعدكم خلال سنة إن شاء الله ما يكونش في حالة في الخمس محافظات دي تكون محتاجة مية وموصلهاش مية. إن شاء الله دي مرحلة أولى، مرحلة تانية إن شاء الله خمس محافظات، مرحلة تالتة. إحنا خلال أربع سنين بنستهدف جمهورية مصر العربية بالكامل ان كل حالة من الحالات الاولى بالرعاية يكون عندها مياه نظيفة، اللي هي تعني حياة نظيفة وصحة. شمس العربي لبرنامج على مسؤوليتي.